الله سبحانه وتعالى أرسل علينا زلزال، انتكبنا في هذا الزلزال، اللي مات مات واللي انجرح انجرح واللي تهجر تهجر. امبارح أول امبارح قعدنا في الخيمة فوق، امبارح نحن سهرانين عم يدق لي شخص عم يقول لي حالك على المخيم لأنه خيمتك احترقت على الآخر. وصلنا على المخيم الخيمة كلها مفحمة، سألنا عن الأطفال عن زوجاتنا صاروا بالمشفى. البارحة مساء تم استقبال 7 حالات لأطفال مصابين بحروق شديدة حدث الحريق في المخيم. المخيم تم إنشاؤه بعد الزلزال الأخير اللي ضرب سوريا. حالات الحروق كانت شديدة، تم تحويل 4 حالات، 3 حالات تم قبولها في المشفى في قسم العناية المشددة للأطفال.